الجوره كاين دونك نخليو واحد انا هنا ربما نحتاجوه. دونك السؤال الاول، احسب السينيس 11 بي على 28 في كوس بي على 7 ناقص كوس 11 بي 28 في سينيس بي على 7. الو هادي اش كتساوي؟ الا جينا نفكروا في العلاقات بين النسب المثلثين، اولا صيغه التحويل، عندنا صيغه التحويل الباينه اللي هي سين ا كوس بي، سين ا كوس بي ناقص كوس ا سين بي. شنو هي هادي؟ هي سينيس ا ناقص بي. سينيس ا ناقص بي كتعطينا هادي، هذا راه كاينه في صيغه التحويل، راه قلتوها وراه برهنا عليها كما قلت لكم في داك الفيديو باش ما تنساوهاش. اذا هذه كتلاحظوا ان سين ا كوس بي، ا هي 11 بي على 28 و بي هي 7 بي على ا بي على 7 بارون. سين ا كوس بي ناقص كوس ا سين بي كتعطينا سين ا موان بي، يعني هذا كتعطينا سينيس ا ناقص بي. ا تاعنا هي 11 بي على 28 ناقص بي على 7. تساوي سينيس 11 بي، واحد المقام هنا 11 بي على 28 ناقص دوك انا 7 نضرب في 4 باش نلقى 28، يعني ناقص 4 بي على 28 كتساوي سينيس 11 ناقص 4 هي 11 دوك ناقص 4 هي 7 على 28. الوغ تساوي نختزلو بالسبعة سينيس بي على 4 لأن 28 هي 4 في 7 ياك. ألوغ سينيس بي على 4 هي جدر 2 على 2 صحيح. دونك لقينا سينيس، المهم هاد التيرم هذا كامل كيساوي لنا جدر 2 على 2. ثانيا السؤال الثاني، دونك الأرض كي كتشوف شي حاجة ميمكنش تحسبها، 11 بي على 28 مكايناش في الجدول، منين نجيبها ندبر شي علاقة بالعلاقات وكنسخرجها. العلاقة اللي بانت لي هي هادي، خصني نكون غير عندي دقة الملاحظة باش نلاحظ داكشي. والله غير كون اللي بغى يفهم مزيان كنصحكم، درت سلسلة فيديوهات اللي كاينين في الجذع المشترك نتاع الحساب المثلثين مشروحين بواحد الدرجة، يعني حاولت نبسطهم ما أمكن. لور راجعهم الله يرضي عليكم باش يعني ما تلقوش مشكل في هذا الدرس نهائيا. الور استنتج ثانيا ألف واحسب كوس بي على 3، أنا عطاك مفصلة كوس بي على 3 زائد بي على 4، عندي كوس ا زائد بي، اش كتساوي كوس ا زائد بي؟ هي كوس ا كوس بي ناقص سين ا سين بي. هاد العلاقات خصهم يتحفظوا، يا كتلقاو صعوبة إلا ما إلا يعني كتلقى صعوبة وخايف منهم سير عند الموقع وكاين فيديو يوري كيفاش تذكر هاد العلاقات كاملين. كنعاود هاد الشيء لانه مهم. دونك تساوي كوس بي على 3 معروفة، كوس بي على 3 هي 1 على 2، كوس بي على 4 كوس بي على 4 بي على 4 كوس بي على 2 على 2، سين بي على 3 بي على 3 سينيس هي 3 على 2، سين بي على 4 هي جدر 2 على 2. دونك شنو كتساوي؟ 1 في جدر 2 هي جدر 2 على 4 ناقص جدر 3 في جدر 2 هي جدر 6 على 4، دونك هي جدر 2 ناقص جدر 6 على 4. دونك لقينا بينما كوس بي على 3 زائد بي على 4 اش كتساوي؟ كتساوي جدر 2 ناقص جدر 6 على 4 صحيح؟ ب استنتج، استنتج يعني من هذا الشيء، من هذا الشيء هذا خصك تستخرج، يعني نلاحظ مادام كان كيستنتج يعني خصك تستعمل هذه ضروري. لاحظ ان بي على 3 زائد بي على 4 اش كتساوي هذه؟
4 بي 3 بي دونك 7 بي واحد المقام 3 في 4 12 7 بي على 12 ياك يعني كوس بي كوس 7 بي على 12 اذا كوس 7 بي على 12 هي 7 بي على 12 هي هذه هي كوس بي على 3 زائد بي على 4 اللي كتساوي هذه حسبناها ديجا لقينا جذر 2 ناقص جذر 6 على 4 صحيح سينيس بي على 12 عندنا جوج طرق الطريقة الأولى هي سينيس 7 بي كتساوي سينيس 7 بي على 12 هي بي على 3 زائد بي على 4 كتساوي سينيس بي على 3 زائد بي على 4 وكنستعمل صيغة التحويل سين أ زائد بي اش كتساوي دونك سينيس أ زائد بي هي سين أ كوس بي يعني سينيس بي على 3 هي أ وهي بي كوس بي على 4 ثم كوس زائد كوس أ بي على 3 سين بي سين بي على 4 شوف سين أ زائد بي كتساوي سين أ كوس بي زائد كوس أ سين بي زائد كوس أ سين بي تساوي ألوغ سين بي على 3 سين بي على 3 هي جذر 3 على 2 كوس بي على 4 جذر 2 على 2 زائد كوس بي على 3 بي على 3 كوسين 1 على 2 سين بي على 4 جذر 2 على 2 كتساوي دونك المقام هنا جوج في جوج 4 هنا جوج في جوج 4 عندي المقام 1 هو 4 هنا جذر 3 في جذر 2 هي جذر 6 هنا 1 في جذر 2 هي جذر 2 دونك هذه هي صحيح سين 7 بي على 12 كتساوي دونك سين 7 بي على 12 كتساوي جذر 6 زائد جذر 2 كتبوها هنا حدا هنا ربما نحتاجها على 4 هذا الشيء واضح السؤال الموالي احسب كوس بي على 12 كوس بي على 12 دونك خصني ديك بي على 12 ما يعنيش في الجدول خصني ندبر كيفاش ندير لها ديك بي على 12 اش كنلاحظوا الا درنا مثلا خص تكون عندك دقه الملاحظه ولا جرب بقى تسيي دونك الا درنا بي على 3 ناقص بي على 4 اش كتساوي باش نحسبوا بي على كوس بي على 12 وسين بي على 12 ما عندكش في الجدول دونك ما تقدرش تحسبها بدون اله حاسبه اذا خصك تشوف شي ملاحظه بي على 3 ناقص بي على 4 هنا تولي 4 بي هنا 3 بي يعني 4 بي ناقص 3 بي هي بي 4 في 3 هي 12 دونك هي بي على 12 كاين هاك اذا الا بغينا نحسبوا كوس بي على 12 كتساوي هي كوس بي على 12 هي هادي بي على 3 ناقص بي على 4 يعني اش كتساوي كوس ا ناقص بي يعني كوس ا ناقص بي اش كتساوي كوس ا كوس بي هي كوس بي على 3 كوس بي على 4 هاد العلاقات حفظوهم ولا عرفوا كيفاش تبرهنوا عليهم كما قلت لكم زائد سين ا سين بي سين بي على 3 سين بي على 4 كتساوي كوس بي على 3 الله باين هادشي هذا دابا صافي 1 على 2 في جذر 2 على 2 زائد سين اس بي على 3 هي جذر 3 على 2 في سين اس بي على 4 هي جذر 2 على 2 دائما ملي تبغوا تخدموا ديروا الجدول حداكم دائما في الحساب مثلث علاش لان راه تحتاج لك الجدول 100% في التمارين كما كان على 4 المقام 1 4 2 هنا 2 هنا غادي عطينا جذر 2 هنا جذر 3 في جذر 2 هي جذر 6 دونك جذر 2 جذر 6 هنا غادي نقول التويله جذر 6 على 4 دونك صحيح الور هذه هي كوس بي على 12 وكاين علاقه اخرى اللي نقدروا نستخرجوا منها بي على 12 لان بي على 12 هي شنو كتساوي الا درنا بي على بي ناقص بي على 12 كتساوي اذا بي على قس بي على اولا اذا بي زائد بي على 12 شنو هي شنو على زوج زائد بي على 12 كشنو تعطينا دونك هنا نضربو في 6 دونك هنا ضربنا هنا في 6 تعطينا 7 بي على 12 دونك هادي تعطينا 7 بي على 12 يعني نقدر نكتبها بدلالة 7 بي على 12 نقدر نكتبها بدلالة 7 بي على 12 متفقين بي على 12 تكتب بدلالة 7 بي على 12 هي بي على 12 كتساوي 7 بي على 12 ناقص بي على زوج 7 بي على 12 ناقص بي على زوج دونك شنو غادي نقدر نستخرج من هنا الا قلنا كوس بي على 12 اش كتساوي كتساوي كوس 7 بي على 12 ناقص بي على زوج متفقين ولاحظ معايا مزيان
عندي الفا ياك كوس الفا نقسم منها بي على جوج. هيا الفا الى قسمنا منها زاويه قائمه بي على جوج غترجع لنا هذه الزاويه هكا. الفا الى قسمنا منها بي على جوج غنرجعو لها. دونك هذه هي الفا ناقص بي على جوج هكا. بالنسبه للكوسينيس نتاعها، الكوسينيس نتاعها هو هذا كيساوي السينيس، الى كتلاحظوا كيساوي السينيس نتاع الفا. الكوسينيس نتاع الفا ناقص بي على جوج كيساوي سينيس الفا، يعني الفا هي 7 بي على 12 متفقين، كيساوي سينيس 7 بي على 12. من الدائره، علاش كنقول لكم الدائره ضروري تفهموها؟ شوف انت العلاقات ما حفظهمش انا كاع، جبتهم من الدائره باش تعرفوا. راه كاين قلت لكم فيديو خاص بهذا الشيء. سينيس 7 بي على 12 ديجا حسبتها هي جدا جوج زر 6 على 4 صحيح. الطرق مختلفة خص تكون غير ملاحظة، ربما تبان لك شي طريقة أخرى أنا ما بينهاش أنا عندي. دونك لقينا بأن سينيس حسبنا باردون كوسينيس بي على 12 وسينيس بي على 12 بجوج طرق حتى هي. سينيس بي على 12 تقدر تقول أنها كتساوي سينيس بي على 4 ناقص بي على 3 ناقص بي على 4 وتنشرها سين أ ناقص بي اش كتساوي؟ دونك سين أ كوس بي يعني سينيس بي على 3 كوس بي على 4 ناقص كوس بي على 3 سين بي على 4 صحيح. هذه بالنسبة للسينيس أ ناقص بي. ألوغ سين بي على 3 سينيس بي على 3 هي جدر 3 على 2 في جدر 2 على 2 ناقص كوس بي على 3 كوس بي على 3 دونك هي 1 على 2 في جدر 2 على 2 دونك كتساوينا جدر 6 ناقص جدر 2 على 4 باردون هنايا مقام واحد 2 2 4 طيب على 4. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية سينيس بي على 12 شنو قلنا؟ سينيس بي على 12 هي سينيس بي على 12 شنو هي؟ هي 7 7 بي على 12 ناقص بي على 2 يعني لو حنا المقام غنلقاو 7 بي ناقص 6 بي تعطينا بي على 12 ياك. ألوغ هذه إذا درنا واحد الدائرة مثلثية ولا نقدر نديرو التقنية هذه عاودة، هذه هي ناقص سينيس بي على زوج ناقص 7 بي على 12. علاش؟ لأن لاحظ معايا مزيان الألفا والناقص ألفا المقابل تاع ألفا السينيس نتاعهم متقابل، يعني السينيس نتاع ألفا كيساوي ناقص سينيس ناقص ألفا. أنا شنو درت؟ قلبت هذه درت المقابل تاعها ضربت في ناقص واحد وخرجت ناقص على برا، لأن السينس دالة فرضية. أما الكوسينس عندهم نفس الكوسينس ألفا وناقص ألفا. أنا بالنسبة لكم الكوسينس بي على جوج ناقص ولا بحال بحال. ألوغ دابا هادي غير زدنا هاد المرحلة باش نفهمو يعني الدائرة أكثر ونديرو الدائرة حدانا. أنا شنو عندي؟ عندي هنا بي على جوج ناقص ألفا، إلا كانت ألفا هي هادي بي على جوج ناقص ألفا غتكون هي هادي بي على جوج نقسم منها ألفا غتكون هي هادي ياك. دونك هادي هي بي على جوج ناقص ألفا. ألوغ نشوفو السينيس نتاع حاش كيساوي. السينيس نتاع بي على جوج ناقص ألفا هو هذا، هذا وهذا متساويين، يعني كيساوي كوسينيس ألفا. إذا كتساوي هاد ناقص اللي على برا وكوسينيس ألفا هي 7 بي على 12 صحيح، لأن ديجا حسبنا 7 بي على 12 كتساوي ناقص كوس 7 بي على 12 راني حسبتو ها هو هذا هو المجموع على 7 بي على 12 عطينا جدر 2 مع الناقص، يعني ناقص جدر 2 ناقص جدر 6 على 4. ألوغ هاد الناقص تدخل غادي نقلب الآخرين جدر 6 ناقص جدر 2 على 4 صحيح هي لقيتها. يعني بأي طريقة غادي تخرج بنفس النتيجة. دونك هنا خدمنا هما بجوج طرق، ممكن تكتشف طريقة أخرى نتايا اللي فيها شي علاقة أخرى داكشي شغلك. ألوغ دال وحسب كوس 5 بي على 12 دونك خصك هنا تكون عندك دقة الملاحظة. كوس 5 بي على 12 شوف لنا شي علاقة اللي فيها 5 بي على 12. العلاقة اللي واضحة أن 5 بي على 12 غادي تساوي لنا جو بونس بي على 6 غادي نجرب ونشوف زائد بي على 4. بي على 6 معروفة وبي على 4 معروفة. إلا درت هادي إلا درت المجموع هنايا نضرب في 3 باردون نضرب في 2 باش تولي 12 في المقام واحد هنا 2 بي وهنا غنضربو في 3 زائد 3 بي يعني غتعطينا 5 بي يعني هي هاديك يعني كتعطينا 5 بي على 12 دونك هادي هي العلاقة. ألوغ هادي كوس 5 بي على 12 هي كوس بي على 6 زائد بي على 4 يعني كوس أ زائد بي وكتنشرها. كوس أ زائد بي هي كوس أ كوس بي
يعني كوس بيل 6 كوس بيل 4 ناقص سين أ سين بيل 6 ناقص بلاش سين بيل 6 سين بيل 4 كتساوي كوس بيل 6 كوس بيل 6 دونك هي جدا 3 على 2 في كوس بيل 4 جدا 2 على 2 ناقص سين بيل 6 سينيس بيل 6 دونك سينيس بيل 6 هي 1 على 2 في كوس سينيس بيل 4 هي جدا 2 على 2 دونك شنو كتساوي جدر 6 ناقص جدر 2 على 4 مقام 1 و 4 دونك هذه هي. نشوفوا ربما نلقاو شي طريقه اخرى. اذا درنا مثلا بي على 2 ناقص 5 بي على 12 شنو تعطينا؟ دونك هنا خصنا نضربو في 6 دونك 6 ناقص 5 هي بي على 12 دونك هذه تعطينا هذه هي. الوغ الى مثلا بغينا نلقاو 5 بي على 12 هذا رجعوا منه وهذا رجعوا منه يعني 5 بي على 12 اش كتساوي؟ كتساوي بي على 2 ناقص بي على 12 دونك هذه طريقة أخرى بي على 2 ناقص بي على 12 دونك كتساوي ألوغ كوسينيس 5 بي على 12 كتساوي كوسينيس بي على 2 ناقص بي على 12 وكوسينيس بي على 12 راه حسبناه كوسينيس بي على 12 حسبناها هي حسبناها في السؤال اللي قبل اش كتساوي هادي دونك هادي غتعطينا الى درناها انت الفا هي هادي كما كالعادة بي على جوج الى نقصنا منها هي بي على جوج ناقص الفا تحت هاد الزاوية هاديك الوغ هنا بالنسبة للكوسينيس نتاع هاد بي على جوج ناقص هادي بي على جوج ناقص الفا الكوسينيس نتاعها هو هذا هو هاد المرسو هذا وهاد المرسو في نظركم واش كيساوي كيساوي هاد المرسو هذا وهذا شكون هو؟ هو سينيس الفا يعني كتساوي سينيس بي على جوج ناقص باردون سينيس بي على 12 كتساوي سينيس بي على وكنا حسبنا سينيس بي على 12 هو جدر 6 ناقص جدر 2 على 4 كنا ديجا حسبناها صافي الوغ بنفس الشيء تقدروا تحسبوا السينيس السينيس عاود تقدروا سينيس 5 بي على 12 هي سين ا زائد بي وسينيس 5 المهم بنفس الطريقه تحسبوها ولا ما نضيعوا فيها الوقت صافي دونك ديك السينيس حسبوها انتوما بنفس الطريقه نمشيو دابا عند السؤال الثالث بسيط ولا اكتب بدايه سينيس وكوسينيس الوغ اش كتساوي كتساوي سينيس ناقص اكس زائد كوسينيس ناقص اكس زائد سينيس بي زائد اكس زائد كوسينيس بي زائد اكس الوغ هنا اش غتساوي لاحظ معايا مزيان الدائره دائما معايا انا بالنسبه ليا الا كان عندي اكس هنا انا بغيت سينيس ناقص اكس ناقص اكس غتكون هنا لاحظ سينيس اكس هي هادي وسينس ناقص اكس هي هادي يعني متقابلين يعني سينس ناقص اكس هو ناقص سينس اكس لان دلاله سينس دلاله فرضيه كما كنقول ياك زائد بالنسبه لكوسينس ناقص اكس انت كوسينس ناقص اكس هو هذا وكوسينس عندهم نفس الكوسينس يعني هذا كيساوي كوسينس اكس ما عنديش مشكل هنا ياك زائد سينس بي بي زائد اكس بي هي هادي الى زدت عليها اكس غتوصل هنا هادي هي بي زائد اكس السينس نتاعها هو هذا يعني اش كيساوي كيساوي ناقص سينس اكس يعني ناقص سينس اكس زائد كوس بي زائد اكس بي زائد اكس هي هذه بي زائد اكس هيك الكوسينس نتاعها هو هذا هو ناقص كوس اكس يعني تولي ناقص كوس اكس الوغ ناقص سين اكس ناقص سين اكس هي ناقص زوج سينس اكس كوس ناقص كوس مش هتصيد دونك تبقى لنا ناقص زوج سينس اكس الدائرة ضروري تفهمها نعاودها 100 مرة باش انت تعرف بانها مهمة بزاف الدائرة المثلثية ضروري تفهمها انا قلت لكم داير فيديو كيفاش تجبد العلاقه وعاود تفرجوا ثلاثه المرات خص ضروري تفهموا داك الفيديو ضروري تفهموا وندير لكم الوليان ديالو تحت الفيديو في الموقع الرياضي ديال المستوى دونك نمشيو عند بي كوسينس جوج بي زائد اكس هادي راه باينه غير عطينا كوس اكس ولكن علاش ها علاش الا كان هذا هو اكس الا درت زوج بي ها الصفر ياك بي ها زوج بي وزدت عليها اكس غطيح في نفس الزاويه يعني هذا كيساوي كوس اكس 100% ياك زائد كوس ا زائد سين 3 بي زائد اكس زائد سينيس اكس ناقص 4 بي مزيان الو هنا عندي عقلوا على هذه كوس الفا بليس دو كابي
كعدد صحيح نسبي كيساوي كوس الفا، وكذلك سين الفا بلس دو كابي كيساوي سين الفا، علاش؟ لان داله السينس وداله الكوسينس دوريه، دورها دو بي دو كابي، صحيح؟ ضروري هذه كتكونوا عارفينها، باش مابقاوش تضيعوا الوقت. يعني هذه ديريكتومون بلا ما دير دائره، لان درت دائره باش نبين لك، هذه ديريكتومون كوس اكس ياك زائد سين، هنايا 3 بي تقدر دير 2 بي زائد بي زائد اكس، يعني غتولي لنا 2 بي غتمشي تبقى سينيس بي زائد اكس ياك زائد سينيس، هنا 4 بي تمشي ناقص 4 بي غتمشي، علاش؟ لان يعني ناقص 2 في كاب، ناقص 2 في ناقص عفوا زائد 2 في ناقص 2 بي، يعني ناقص 2 بي راه عدد ناقص 2 عدد صحيح نسبي. المهم هادي تقدر تحيد، لان عندك عدد زوجي من بي، تزيدو ولا تنقصو تقدر تحيدو، دونك تبقى سينيس اكس ولا تساوي، لان الدور نتاعها هذا بي، دونك واخا نقص 2 بي ولا 4 بي ولا ما يهمنيش، 6 بي غير ما تنقصش عدد فرضي بحال هنا 3 بي، حيت ما حيدتهاش ما عنديش الحق، لان عندي الحق نحيد غير 2 بي، لان الدور 2 بي صافي. الوغ هادي كوس بي زائد سين بي، هادي عفوا كوس اكس زائد سين اكس، ما عندنا نديرها تبقى هكاك، هادي سين بي زائد اكس كيما العادة، الدائرة نحطها هنايا، ها اكس بي زائد اكس غتكون هي هادي، السينيس نتاعها هو ناقص سينيس اكس، الوغ سين اكس ناقص اكس تمشي تبقى كوس اكس. الوغ هاد التمرين ولا 100 تمرين ما كافيش، اللي كافي هو انك تفهم العلاقات وتعرف كيفاش تخدم بيهم فقط. دونك نتلاقاو ان شاء الله في 8 زوج.